تنفذ العملية لدى بالفرار وسط إجراءات أمنية كبيرة جدا من قبل قوات الاحتلال التي شرعت بعملية بحث وتقصي عن آثار هذا المنفذ. بكل الأحوال عملية إطلاق النار جاءت قرب بلدة عزون على الشارع الاستيطاني 55 بمساره عند منطقة النابلياس قرب قلقيلية أي شمال الضفة الغربية. أحد المستوطنين وصفت إصابته بالخطيرة والمستوطن الآخر وصل إلى معبر يسمى معبر إلياه قرب خلقيلها وكانت هناك إصابة في حافلة المستوطنين حسب موقع دعوت أحرنوت. بكل الأحوال الحالة الخطيرة يجرى في هذه اللحظات محاولات لإنقاذ حياتها من المستوطنين المصابين لكن بكل الأحوال حسب التفاصيل الواردة بأن منفذا يشتبه أنه فلسطيني وقف في وسط الشارع وفتح النار بصورة واسعة باتجاه حافلة للمستوطنين. بعد ذلك تلقى الإسعاف الإسرائيلي بلاغات حول عدة إصابات. فرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية إلى المكان. بعد ذلك تم إغلاق الشارع الاستيطاني 55 أمام حركة السير وأيضا تم مطالبة السائقين بعدم السفر باتجاه الشارع والبحث عن طرق بديلة. نصبت عدد كبير من الحواجز دفعت بقوات كبيرة معززة. في هذه المرحلة تقوم قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي طبعا تدعمها طائرات الدرون لمراقبة الأجواء حيث كان المنفذ يقف هناك ويتسلح بسلاح لا يعرف حتى الآن إذا كان سلاح يعني رشاش أم سلاح من طراز كارلو جوستاف محلي الصنع. لكن بكل الأحوال قد نشهد عملية عسكرية واسعة في منطقة النابلياس ومنطقة عزون وصولا إلى كامل مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية للوصول طيب. إلى المنفذ. حدثني قليلا عن المكان يا ضياء، يعني هذا المكان بالقرب من قلقيلية كيف يبدو؟ كذلك هل هناك يعني إن كانت المعلومة موجودة الأمر هو إطلاق نار فقط ضياء أو مقترن بعمليات دهس أو هناك سيارة قامت بدهس بعض المرة؟ يعني هذه المعلومة خاطئة أو شديدة ضياء؟ نعم العملية هي فقط عملية إطلاق نار، لا يوجد عملية دهس في هذا الشأن. ولكن قبل قليل أفدنا بأن هناك تجدد لإطلاق الرصاص في مكان العملية، لا نعرف إذا كان المنفذ اختبأ في منطقة قريبة وشرع بإطلاق الرصاص صوب المستوطنين وصوب الجيش الإسرائيلي الذي يتواجد في هذا المكان. ولكن هذه منطقة تجمع استيطاني يربطها شوارع استيطانية شارع 55 الذي أيضا يعني يسلكه الفلسطينيون والمستوطنون على حد سواء. ولكن بكل الأحوال هذه المنطقة على مدار أو منذ 7 أكتوبر شهدت عمليات تنكيل في منطقة عزون في منطقة قلقيلية برمتها حملة اعتقالات شديدة. شهدنا هذا الصباح أيضا عمليات نفذت في وسط مدينة رام الله وفي أحياء وسط مدينة رام الله تم إصابة شاب بصورة حرجة جدا دخل إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج، فيما أيضا تم اعتقال فتاة فلسطينية. طيب كانت أيضا على الهواء ربما المتابع الكريم يرى هذه الصور التي ترد إلينا على الهواء، هي ربما هذه هي الحافلة، وردت لنا هذه الصور قبل قليل، هذه هي الحافلة التي كانت تقل عدد من المستوطنين، ربما منفذ هذه العملية قام بإطلاق النار صوب عدد من المستوطنين صوب هذه الحافلة. والأنباء كما ورد على لسان مراسل الغد ضياء حشية هناك مستوطنان تمت إصابتهما أحدهما في حالة خطرة جراء عملية إطلاق النار شرقي مدينة قلقيلية. إذن هذه الصور التي وردت لي قبل قليل على الهواء نتابعها الآن هي لمنطقة العملية إطلاق النار على حافلة كان بها عدد من المستوطنين وهناك إصابتان في صفوف المستوطنين. أعود إليك ضياء حشية مراسل الغد من رام الله، ضعني في كثير من المعلومات لديك ضياء. يعني مكان العملية في قرية النابلياس على الشارع الاستيطاني 55، هذه المنطقة تبعد عن وسط مدينة قلقيلية 5 كيلومترات على الطريق الرئيسي الذي يصل مدينة قلقيلية ومدينة نابلس. من الشمال أيضا يحدها قرية جيوس ومن الجنوب رأس طير ومن الشرق عزون وعزبة الطبيب ومن الغرب أيضا مدينة قلقيلية. لكن بكل الأحوال
يعني العملية قد تتوسع إذا لم يتم يعني الوصول إلى المنفذ وصولا إلى مدينة قلقيلة والمناطق المحاذية. نتحدث عن عزون، عزبة الطبيب، رأس طيرة، وأيضا جيوس وغيرها من المناطق التي يعني قريبة جدا من قرية النابلياس، والتي أيضا من المتوقع أن يكون المنفذ فر من المكان وصولا إلى إحدى المناطق الفلسطينية. لكن بما أن الشارع الاستيطاني 55 مليء بالكاميرات ومليء أيضا بتقنية الذكاء أو الميدان الذكي الذي نصبته إسرائيل على مدار السنوات الماضية، تستطيع تحديد وجهة هروب هذا المنفذ وفراره وانسحابه بصورة سريعة، ومن ثم تبدأ عملية الملاحقة وصولا إلى تحديد إذا كان هذا المنفذ يعني فردا واحدا أم أنه أكثر من قام بتنفيذ هذه العملية. تبدأ التحقيقات في هذه المرحلة بهذا الشأن، ومن ثم تبدأ بعدها إلى اقتحام مناطق فلسطينية واقتحام قرى فلسطينية إذا ما تم تحديد وجه هذا المنفذ، وهو بالفعل قد يكون غير مقنع، لأنه يعني لا يمكن أن يكون مقنع في وسط شارع استيطاني.